الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 109، الدرس التاسع في الاقتصاد الجزئي، تحت عنوان فائض المستهلك وفائض المنتج، Consumer and Producer Surplus. نرجو أن يكون فيه الفائدة لكافة الأحباء الطلبة والمتابعين في كل مكان. فائض المستهلك وفائض المنتج، Consumer and producer surplus. لنبدأ بمفاهيم أساسية. مفاهيم أساسية: أولا، تعطينا كل نقطة على منحنى الطلب وكل نقطة على منحنى العرض توليفة مكونة من كمية وسعر، وسأشرح ذلك من خلال الرسم البياني. ثانيا، النقطة على منحنى الطلب تبين أقل كمية يقبل بها المشتري مقابل أعلى سعر يكون على استعداد للدفع، يعني لا يمكن أن يقبل بأقل من الكمية اللي في ذهنه، ولا يمكن أن يدفع أعلى من السعر اللي برضو كذلك يعني اتخذ القرار بالنسبة له. أما النقطة على منحنى العرض فتبين أكبر كمية يمكن للبائع أن يضحي بها، لا يمكن أن يعطي أكثر من هذه الكمية مقابل أدنى سعر لا يمكن يقبل بأقل من ذلك السعر. ما يعني بأن التوازن الإيكوليبريم يتحقق عند اتفاق المشتري والبائع على الكميات والأسعار التي يقبلها بها. دعنا نمثل ذلك بيانيا. عندي الآن على المحور الأفقي الكميات المطلوبة والمعروضة، على المحور العمودي أسعار الكميات المطلوبة والمعروضة، منحنى الطلب ومنحنى العرض. الآن يتقاطع المنحنيان في نقطة ما ينتج عنها، طبعا هذه نقطة توازنية أو الإيكوليبريم بوينت، ينتج عن هذه عن هذا التقاطع هذه النقطة من زوج مرتب تكون كيو سب اي اللي هي كمية توازنية، والسعر التوازني بي سب اي، وهذه نقطة التوازن. مهم جدا نتذكر انه كل نقطة على منحنى الطلب بعطيني اقل كمية يمكن ان يقبل بها، لا يمكن ان يقبل باقل منها المستهلك مقابل اعلى سعر ممكن ان يضحي به. وبالنسبة للبروديوسر او المنتج، كل نقطة على منحنى العرض لا يمكن يعني تعطي الكميات اللي هي الكمية أقصى كمية يمكن أن يضحي بها، لا يمكن أن يضحي أكثر من هيك، أكثر من الكمية القصوى التي يعني قرر عنها، ولا يمكن أن يقبل بأقل من السعر اللي فكر فيه. لكن السعر التوازني والكمية التوازنية هو اتفاق بين المشترين والبائعين المنتجين والمستهلكين. نكمل الآن السؤال البسيط الأول حتى نفهم مبدأ فائض المستهلك وفائض المنتج. من التمثيل البياني في الشريحة السابقة، وسأعيد رسمه هنا بعد قليل، ما هو السعر الذي يكون المستهلك على استعداد لدفعه مقابل الكميات الأقل من الكمية التوازنية؟ لنعيد الرسم هنا. الكميات المطلوبة والمعروضة على المحور الأفقي، المحور العمودي الأسعار الكميات المطلوبة والمعروضة، منحنى الطلب ومنحنى العرض، يتقاطع المنحنيان عند نقطة التوازن فينتج عنها كمية توازنية وسعر توازني. السؤال البسيط، لنفترض أنه عندي لدي يعني أنا أنظر إلى كمية أقل من الكمية التوازنية، فما هو السعر كأنا كمستهلك الآن أو أي شخص كمستهلك بعد ما الآن اتفق المستهلك والمنتج على أنه هذه الكمية التوازنية مقابل السعر التوازني؟ السؤال البسيط أنه ما هو السعر الأعلى أو ما هو السعر الذي أكون أنا على استعداد لدفعه إذا كانت الكمية اللي أريد أن أشتريها كانت أقل من كيو إي؟ فلنفترض أنه الآن أتحدث عن هذه النقطة A، وبالتالي هاي تتكون من زوج مرتب اللي هو كيو سب A و بي سب A. هذه الكمية أقل من الكمية التوازنية، فكان المستهلك على استعداد أن يدفع مقابل هذه الكمية سعر أعلى من السعر التوازني، هذا P sub A أعلى من السعر التوازني. لنأخذ نقطة ثانية نسميها B. هذه النقطة B تتكون من زوج مرتب Q sub B و P sub B. هذه الكمية أقل من الكمية التوازنية لكن السعر أعلى من السعر التوازني، ما يعني الآن بأن المستهلك على استعداد لأن يدفع مقابل هذه الكمية حسب قانون الطلب وحسب منحنى الطلب
مستعد أن يدفع مقابل الكمية السعر الأعلى اللي هو بيصبيه. لكن سبحان الله حصل على الكمية كيو صب A والكمية كيو صب B بشرائه للكمية التوازنية بسعر توازني أقل من P صب A وP صب B. دعنا نمثل على شكل أرقام. لنفترض الآن بأن منحنى الطلب هنا ومنحنى العرض كما هو مبين نقطة التوازن، فأنتجت نقطة التوازن الزوج المرتب الكمية التوازنية 30 والسعر التوازني 10. فنطرح السؤال إنه الكمية 20 وهي أقل من من الكمية التوازنية، قديش كم كان المستهلك على استعداد أن يتحمل سعر مقابلها؟ كان مستعد أن يدفع 15 مقابلها. الكمية 13 نلاحظ بأنه على استعداد أن يدفع 25، لكنه حصل على 25 أو 15 بسعر 10 لأنه أخذ الكمية التوازنية. ما يعني بأنه وفر أو أصبح لديه فائض أو اكتسب أو كسب شيئا، هذا المكسب نسميه فائض المستهلك، وهي المساحة المحصورة بين السعر التوازن إلى الأعلى وإلى يسار منحنى الطلب. نكمل الآن عن فائض المنتج. السؤال البسيط الثاني من التمثيل البيان السابق الذي سأعيده بعد قليل، ما هو السعر الذي يكون المنتج على استعداد لقبوله للكميات الأقل من الكمية التوازنية؟ أوكي؟ نفس السؤال لكن الآن نتحدث عن منتج. فالتمثيل البياني نعيد رسمه هنا على المحور الأفقي الكميات التوازنية، عفوا الكميات المطلوبة والمعروضة، وعندي سعر الكميات المطلوبة والمعروضة على المحور العمودي. منحنى الطلب يتقاطع مع منحنى العرض في نقطة الإكوليبريم. هذه النقطة تتكون من زوج مرتب Q sub E و P sub E. أوكي. السؤال البسيط، لنفترض أنه نتحدث الآن عن نقطة عن كمية أقل من الكمية التوازنية، لنفترض بأن هذه الكمية، هذه الكمية اللي هي بنسميها احنا طبعا النقطة A، تمثل كمية Q sub A أقل من الكمية التوازنية لكن سعرها بيكون B sub A وهو أقل من السعر التوازني. لو أخذنا نقطة ثانية لنفترض أنها النقطة B على منحنى العرض، هذه النقطة تتكون من زوج مرتب Q sub B والسعر اللي هو P sub B، فكان على استعداد المنتج أن يبيع هذه الكمية بسعر P sub B وهو أقل من السعر التوازني، لكن لأنه وصل إلى التوازن أو يعني الكميات التوازنية والأسعار التوازنية فقد حصل على مكسب. هذا المكسب هو كل المنطقة التي تقع تحت الآن السعر التوازني وإلى يسار منحنى العرض. يعني تمثيل على شكل أرقام، لنفترض الآن demand curve منحنى الطلب منحنى العرض، التقاء المنحنيين في هذه النقطة، نشأ عنه كمية توازنية مقدارها 30 وسعر توازني مقداره 10. السؤال البسيط، 20 أقل من 30 ككمية، كم كان المنتج على استعداد أن يبيعها؟ كان على استعداد أن يبيعها بسبعة. كم كان على استعداد أن يبيع الكمية 13؟ كان على استعداد أن يبيعها بخمسة، لكنه 20 أو 13 باعها بسعر أعلى وهو 10 لأنه جزء من الكمية التوازنية والسعر التوازني. ما يعني الآن بأن فائض المنتج هو المنطقة المحصورة بين السعر التوازني وإلى يسار منحنى العرض، هذا هو فائض المنتج. بالملخص يمكن لنا أن نستخدم هذه الرسمة البيانية بأن فائض المستهلك يقع في هذه المنطقة عادة بصرف النظر عن شكل منحنى ميل منحنى الطلب أو منحنى العرض، وبالتالي الفائض يقع إلى غرب وشمال، غرب منحنى الطلب وشمال إلى الأعلى من السعر التوازني، في حين أن فائض المنتج يقع إلى غرب جنوب، غرب منحنى العرض لكن أقل أو جنوب السعر التوازني. نكمل
يعتمد فائض المستهلك وفائض المنتج على ميل منحنى الطلب وميل منحنى العرض. الميل مهم جدا جدا، هل ميل حاد، هل ميل لا نهائي، هل ميل صفر، وهكذا. وهو ما يوضح الشكلان الآتيان عندي، يعني لدي شكلان الآن. لاحظوا أنه منحنى الطلب أخذ شكلا قريب إلى الأفق، ومنحنى العرض الشكل الاعتيادي. لأن منحنى الطلب أخذ هذا الشكل، تقلص فائض المستهلك إلى هذه المنطقة، وكان فائض المنتج في هذه المنطقة. أما إذا كان وضع منحنى الطلب كما يلي ومنحنى العرض كما يلي هنا، فإن فائض المستهلك يكون هنا وفائض المنتج يكون هنا، وبالتالي هذه المنطقة أكبر نسبيا على الأقل بالنظر من هذه المنطقة. نأخذ بعض التطبيقات على فائض المستهلك وفائض المنتج، كيف تتأثر هذه الفوائض نتيجة لبعض الأوضاع الاقتصادية. التجارة الخارجية وفائض المستهلك وفائض المنتج. لنفترض أن حالة التوازن أدت إلى الفوائض المبينة في الشكل الآتي لكل من المستهلكين والمنتجين في بلد ما. الآن هذا منحنى الطلب على سلعة معينة في بلد ما، وهذا عرض السلعة في البلد نفسه. تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض في النقطة هذه، ناتج عنها زوج مرتب الكمية التوازنية والسعر التوازن. أنا بهمني السعر هنا. الآن دخل البلد نفسه هذا الذي ينتج هذه السلعة في تجارة بينية مع بلد آخر، لكن بالتجارة حول نفس السلعة، بالسلعة نفسها. ما الذي سينتج لنا؟ السؤال، ما هي المحصلة النهائية للتبادل التجاري بين البلدين على فائض المستهلك وفائض المنتج؟ بكل بساطة، السعر التوازني للسلعة قبل بدء التجارة بين البلدين هو في صبي، هذا هو السعر التوازني في البلد اللي نتحدث عنه، كان في صبي قبل بدء التجارة. لكن الآن الدافع الأساسي للمصدرين، إذا أنا الآن أنتج سلعة في الأردن وأريد أن أصدرها لدولة ما، بكون بالحالة هاي أنا حافزي أنه هناك سعر أعلى، وربما الكمية التي أبيعها قد تكون أعلى، وبالتالي أحقق أرباح أعلى. فالدافع الأساسي للمصدرين هو السعر والحجم الأعلى لبيع السلعة في السوق الدولي. ما الذي يجري؟ ما يعني الآن بأن السعر المحلي للسلعة، سعر السلع المحلي للسلعة في البلد اللي نتحدث عنه، يرتفع إلى المستوى الدولي بعد عمليات التبادل التجاري. نرى من الشكل الثاني أن السعر الدولي بي سب آي أعلى من السعر التوازني. ما الذي حدث الآن؟ أنه فائض المستهلك انخفض من A سب زائد B إلى A فقط لا غير. نتيجة ذلك ينخفض فائض المستهلك في البلد المصدر من A زائد B، ألف زائد B، من ألف زائد B إلى ألف فقط لا غير، إلى ألف فقط لا غير. يرتفع فائض المنتج بمقدار المساحة جيم هاي، لأنه الآن باع أكثر وبالتالي أعلى من السعر التوازني إلى يسارها، وبالتالي زادت الآن هذه الفائض زائد هذا الفائض. لكن وضع المجتمع ككل يتحسن، لأن المصدرين جزء من المجتمع، وبالتالي حققوا أرباح أكثر، ما يعني بأنهم قد يكون لديهم قدرة أعلى أنهم يوظفوا أكثر، وهكذا. في تطبيق آخر أخير، الرسوم الجمركية وفائض المستهلك وفائض المنتج. تؤثر الرسوم والمكوس والضرائب التي تفرضها الحكومة على السلع المستوردة، تؤثر على ماذا؟ على رفاء المستهلك، من خلال تأثيرها على فائض المستهلك وفائض المنتج. لنتأمل في النموذج البيان الآتي. الآن هذا النموذج شوي مزدحم، يعني إلى حد ما مزدحم. عندي منحنى الطلب، منحنى العرض، عندي الآن نقطة تقاطع الإيكونومي بوينت أدت إلى نشوء الزوج المرتب كيو، لا أتحدث عن كل، أنا بتحدث عن الأسعار الآن، فبهمني الآن السعر التوازني. تحقق التوازن عند بي صب إي، هذا هو السعر التوازني، وهي النقطة التي تمثل الوضع قبل دخول البلد في التجارة الدولية. هذا حكي قبل، يعني ديماند كيرف تقاطع مع سبلاي كيرف بدون أي مؤثرات خارجية، أدى إلى نشوء زوج مرتب الكمية التوازنية،
والسعر التوازن بيهمني سعر التوازن هنا. دخل البلد في تجارة دولية، في التجارة الدولية، ونتيجة ذلك انخفض سعر السلعة إلى المستوى الدولي. يعني كان السعر التوازني داخل البلد في صب A، لكن بما أنه البلد دخلت في تجارة دولية وأكيد في منتجين يعني حاولوا يتحدث عن سلعة معينة، طبعا لها حالة خاصة بأن هناك منافسة دولية، أدى ذلك إلى انخفاض السعر من P صب E إلى P صب I اللي هو السعر الدولي. يبدو أنه في منتجين أكثر بخارج الدولة ومنافسين وكميات أكبر، وبالتالي أسعارهم انخفضت، أو مرات بحالة بسميها دمبينج اللي هي إغراق للاقتصاد. لكن الحكومة طبعا زاد فائض المستهلك الآن من A، منطقة A، إلى لاحظ الآن السعر بي آي زاد بمقدار بي، طبعا A هي تحصيل حاصل الأول، A زائد B زائد جيم زائد ط، هذا المثلث، زائد ح، هذا المثلث، زائد ي، هذا المثلث، زائد المستطيل الأزرق هذا. فرضت الحكومة الآن، الذي جرى بعد ذلك أن الحكومة فرضت مكوس أو ضرائب أو رسوم جمركية على هذه السلعة، ما أدى إلى ارتفاع السعر من مستوى السعر الدولي إلى السعر زائد الضريبة، وهو أصبح في صبتي يعني بعد دخول الضرائب أو المكوس عليه، فارتفع السعر. ما الذي حصل الآن؟ ما أدى إلى ارتفاع السلعة، سعر السلعة في السوق المحلي إلى P sub T اللي تحدثنا عنه هنا؟ كانت الكمية المستوردة بعد دخول البلد في التجارة الدولية وقبل فرض الرسوم الجمركية على السلعة المنطقة المحصورة بين و وها، هاي الكمية الآن المستوردة من السلعة هاي. لكن بعد أن الآن فرضت الحكومة السعر هذا البي سب تي لأنه أضافت على السعر الدولي جمارك أو رسوم فارتفع السعر، تقلصت الآن، تقلصت الكمية المستوردة بعد فرض الرسوم بين زين، النقطة زين والنقطة سين، يعني هذه خسارة هنا وهذه خسارة بكمية المستوردات. انخفض فائض المستهلك بعد الرسوم بمقدار جيم زائد ح، يعني هذه انشطبت الآن، هذه وهذا من فائض المستهلك، زائد كاف زائد ي، هذه هي. وكان فائض المنتج قبل فرض الرسوم دال، كان الفائض دال، منطقة دال كلياتها هذه، أوكي، وأصبح بعد الرسوم دال زائد جيم، ما يعني أنه تحسن. وبالتالي الآن الرسوم الجمركية أتت على حساب المستهلك واللي كسب منها المنتج. حصلت الحكومة على رسوم مقدارها كاف، وهي تساوي زين ناقص سين ضرب بي تي ناقص بي اي، هذه رسوم جمركية، وبالتالي هاي من هون لهون هي الرسوم الجمركية، لكن في الكمية طبعا نضربها احنا. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون فيه الفائدة بإذن الله للأحبة جميعا، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.